يوسف، هل هي حسره كبيره اللي ما شاركتش في الكان اللي فاتت مع المنتخب الجزائري؟ وبرشا عباد تقول حتى في الجزائر في ديكلاراسيون باللي لو كنت انت حاضر انت ولاعب نادي الافريق عبد المؤمن جابو يمكن كنتوا تهزموا المنتخب التونسي. نظن نقولوا الكوب دافريكا هذه اللي فاتت لاكان، من كنا انه جابو كنا نجموا نعاونوا المنتخب الجزائري، مام كيما نقولوا مام كنا نجموا ما نلعبوش تيتيران ندخلوا تزاميطون كنا نعاونوهم، خاصة نعرفوا المنتخب التونسي ولعبنا بطولة تونسية هنا. معليش لاكان فاتت معليش، ونخموا لقدام ان شاء الله. عليكم تتصور اللي باغ اكزومبل وليد الهجري معك يترينا كل يوم هنا، كنت نجم تاخذ ريفير في الماتش هذاك، كنت نجم تعمل البوس؟ وي نظن كنت نجم نعمل بليس، كنت نجم نعمل بليس خاصة اللي جوار اصحابي وكاع نعرفهم، نظن ما جاش خطرة جاية ان شاء الله نلعب ان شاء الله في ليك النصر. دونك يوسف عبد المؤمن في بلاصة كادير وسفيان فغولي سا؟ ها؟ يوسف يوسف وعبد المؤمن على بلاصة كادير وسفيان فغولي سا؟ سي سا وي.